حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، الأمة التي تخلد شهداءها حيا. انطلاقا من هذه المضامين، أقامت السفارة الإيرانية في بغداد مجلسا تأبينيا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر، وهي جزء من الفعاليات التي تقام على امتداد محافظات البلاد. هذه الاحتفالات بالذكرى لشهداء النصر وسائر الشهداء الأبرار الذين استشهدوا بالعدوان الأمريكي الغاشم رسالة واضحة أن المقاومة ستقدم الشهيد تلو الشهيد ولن تحيد عن أهدافها، فهي حاضرة في المكان والزمان والأسلوب بما يحمي هذا المشروع حتى النصر المحتوم. وبدءا من الليلة ستستعرض الأيام الفضائية هذه الذكرى بكل معانيها وأبعادها حتى ميعادها. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبعد أن بقوا على قيد الأمل لـ47 عام، تنفس الأيزيديون الإنصاف بعد طول عقاب جراء ممارسات همجية من النظام المباد آنذاك الذي دمر قراهم وجرف أراضيهم. فالقرار بحسب جهات قد أنصف هذه الشريحة وأعاد التوازن لمكون مهم ضمن الفسيفساء العراقية. واللافت في الأمر أنه بعد 10 أيام فقط من مداولات ونقاشات مستفيضة بين الحكومة الحالية وجهات محلية وأممية معنية بهذه القضية، ورفعت ظلامة سنين عديدة، وهو ما اختلفت به عن سابقاتها التي وصلت للمدنية لكنها لم تضع الحلول في سلم الأولويات. مختصرة نشاطها على الفعاليات الاستعراضية والمتاجرة بالهموم الثقيلة. إذن مشاهدينا، استشهاد قادة النصر انعطافة كبيرة ومهمة في تاريخ العراق، وكذلك في نفوس الجماهير المخلصة لهذا البلد لما قدموا من تضحيات كبيرة ومساع بإخراج المحتل ومقاومة الإرهاب. فاليوم في ذكراهم العطرة تقام المجالس التأبينية والمحافل تخليدا لذكراهم وثباتا على مبدأ مقاومة الظلم والإرهاب بالسير على نهجهم. تقرير نهى الشمالي. إذانا باقتراب أيام استشهاد قادة النصر، تعلو بطولاتهم مسامع القاصي والداني بإقامة مجالس تأبينية ومحافل تلهج بذكراهم. فهذه الجموع الحشيدة جاءت لتحيي ذكرى ارتقاء الشهيدين أبي مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، مستذكرين تضحياتهم الفذة وعطائهم لسيادة البلد وأمنه وما خلفوا من أثر بحاضر العراقي ومستقبله. اليوم كل العراق الحقيقة يستذكر القاعدين الكبيرين، الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. بلا شك أن هذين القائدين الكبيرين يمثلان مدرسة كبيرة في التضحية، مدرسة كبيرة في الجهاد، مدرسة كبيرة في المقاومة الإسلامية. الحقيقة يمثلان منعطفا تاريخيا في المقاومة وضد الطغاة وضد الاستكبار العالمي، فهنيئا لهم هذه الشهادة وهنيئا لمن سار على دربهم وحق ثبت على درهم. هذه المجالس والمحافل الاستذكارية وصفها الحاضرون صفعة لأمريكا وأذنابهم الذين اجتهدوا لطمس آثار قادة النصر لما لهم من أدوار كبيرة بمحاولات خروج المحتل الأمريكي من الأراضي العراقية. لكن لهذا الحضور رسائل بليغة يرمون إيصالها بعدم الخضوع للاستكبار بكل أشكاله ومخططاته. أتينا اليوم لإحياء ذكرى استشهاد القادة، قادة النصر رضوان الله تعالى عليهم، الجنرال حاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهم. نحن نطالب في هذا الجمع بإخراج القوات الأمريكية المحتلة العاد المعتدية على قادتنا وعلى كل مقدساتنا من بلدينا، ونسأل الله تعالى أن يمن على البلدين بالأمن والأمان. في كل بقعة لهم أثر، مجالس ومهرجانات تخلد عطاءهم، وهذا ما أرادت أمريكا ومؤيدوها بتغيير مساراته. لكن شمس الإخلاص والوفاء للوطن لا تحجب بغربال، وما هذه الجماهير السائرة على خطاهم إلا رسالة ثبات ومقاومة للحق ضد الباطل وأهله. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كامل الكناني. أهلا بكم سيد كامل. مرحبا بك، وكذلك الترحيب بمعاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي السيد مهند حسين. أهلا بكم سيد مهند. أهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهديك الكرام. نبدأ معك سيد كامل، جريمة المطار إلى أي درجة كان لها انعكاسات على خط المقاومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حياك الله وحيا مشاهديك الكرام والضيف العزيز الأستاذ مهند. بالحقيقة يمكن اعتبارها انعطافة مهمة جدا في مسار العمل المقاوم وفي مسار ثبات القوى الجهادية على خطها السياسي وخطها الجهادي بعد تقديم التضحية الكبيرة باستشهاد البطلين الكبيرين الحاج سليماني والحاج أبو مهدي المهندس وعدد من زملائهما. كان هنالك تصور للولايات المتحدة الأمريكية ولبعض ذيولها في العراق وفي المنطقة أن هذه الضربة سوف تكسر شوكة المقاومة، سوف يخاف القادة السياسيون والجهاديون المعارضون للسياسة الأمريكية وسياسة محاورها في المنطقة، سوف يتراجعون عن الكثير من مطالبهم، فإذا بعملية تشييع الشهداء تتحول إلى نقطة تعبئة شعبية واجتماعية كبيرة للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية وبإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وبمحاسبة أمريكا على هذه الجريمة. كان هنالك تصور أولي أن هذه الضربة ستخيف، ولكنها أخافت القتلة وأخافت داعميهم وأخافت ذيولهم في المنطقة. نعم. وتحولت الجماهير الهادرة التي ظهرت في ظاهرة التشيع كل الأذناب والذيول الذين كانوا يتصورون أن استشهاد الشهيد سليماني والمهندس سوف يخيف الخزعلي والمالكي والعامري وغيرهم، و يعني خرجت بعض الإشاعات باعتقال هذا وضرب ذاك، ولكن أثبتت الجماهير وهي حقيقة إلهية، هي الحقيقة نابعة من سنة إلهية، أن دماء الشهداء تورق وتزهر وتضيف دفع معنوي جديد وكبير إلى خطهم، يعني وهذا دائما خط حركة الأنبياء وخط الشهداء وخط الأئمة المعصومين كان دائما يتعزز ويتقوى و يستقي روح جديدة من خلال تقديم الضحايا، والدليل تجربة الإمام الحسين عليه السلام مع يزيد، وكل الطغاة وكل المجرمين كانوا يقومون بكل ما لديهم من إجرام، ولكن الحركات المعارضة والثائرة والمبدئية تنمو وتتزايد وتكبر ولا تؤثر. فإذن الجريمة لم تصل إلى أهدافها أولا، ثانيا أضافت روح جديدة من المقاومة والشجاعة والتحدي لدى الجمهور بشكل عام ولدى جمهور الشعبين الإيراني والعراقي وجماهير شعوب محور المقاومة بشكل مباشر وواضح وعلني. طيب أستاذ حسين، من أهم أهداف أمريكا باغتيال قادة الانتصار الذي تحقق في العراق على الإرهاب وعصابة داعش الإرهابية هو اغتيال إرادة الحشد الشعبي، لكن هل نالت هذه الجريمة فعلا من هذه الإرادة لدى قوات الحشد الشعبي التي تعتبر إرادة مقدسة أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم الحاج أبو منتظر الكناني ولا مشاهديك الكرام. حياك. على العكس من ذلك، بل ذهب الحشد الشعبي بالتطور أكثر وذهب باتجاه أن يكون هناك استعراض مهيب يشار له بالبنان، وهذا النتاج الذي حدث بعد استشهاد القادة دليل على أن القادة أسسوا إلى طريق ومنهج حقيقي استفاد منه من قاد بعدهم الحشد بعد ذلك، وهذا إن دل على شيء يدل على أن مدرسة الشهداء القادة الحاج قاسم سليمان والحاج أبو مهدي المهندس أنتجت وأثمرت جيل جديد استطاع أن يقلب الطاولة ويغير المعادلة وأن يكون هنالك حشدا نظاميا يشار له بالبنان، وهو حشدا قويا الآن. الحشد يعتبر رأس النفيضة في مجموعة المنظومة الأمنية والعسكرية في العراق الآن. اليوم نحن نعيش حالة من القوة العسكرية والقوة حتى الإعلامية إن صح التعبير من خلال ما قدمه أبناء الحشد الشعبي، واستطاع مثل ما تفضل الحاج منتظر الكناني أنه يغير المعادلة حتى على مستوى الجمهور. الحشد الشعبي أصبح الآن أمة استطاعت أن تقيم تشييعا مهيبا للشهداء القادة. كلنا يتذكر تلك الفترة كيف كانت أحوال العراق بصورة عامة، كيف كانت أحوال البلاد، لكن باستشهاد القادة تحول هذا الجمهور الكبير، تحولت هذه الأمة العظيمة أمة الحشد
أن يكون للشهداء القادة تشييع مهيب استطاع أن يجوب البلاد الإسلامية بما فيها الجمهورية الإسلامية والعراق كذلك، رغم تلك الفترة العصيبة التي كان يمر بها البلاد، لكن الحمد لله كان هناك تشييعا كبيرا. هذا على مستوى الجمهور. على المستوى الجانب العسكري، الآن الحشد الشعبي يمتلك منظومة عسكرية قتالية متميزة جدا، وهي تمتلك كذلك أسلحة متطورة، وقد يكون بالاستعراض يعني عرضنا بعض وليس كل، عرضنا بعض تلك الأسلحة، لكن ما خفية كان أعظم اليوم القوة العسكرية التي يمتلكها الحشد الشعبي، قوة تستطيع أن تغير المعادلة ليس فقط على مستوى العراق وإنما حتى على الوضع الإقليمي. طيب هذا من الجانب العسكري، لكن ماذا عن الجوانب الأخرى؟ يعني في احتفالية اليوم التي أقامتها السفارة الإيرانية أكد السيد هادي العامري أن المعركة ما تزال مستمرة، لكنها أخذت أبعاد أخرى، أبعاد إعلامية اقتصادية، مواجهة الحروب الناعمة، المخدرات المستفحلة مثلا. الحشد الشعبي ليس فقط قوة قتالية مثل ما ذكرت، وإنما هو هنالك قوة استطاعت أن تغير المعادلة حتى على مستوى الوضع الخدمي. اليوم الحشد الشعبي هو جزء من منظومة فريق الجهد الخدمي الهندسي التابع لرئاسة الوزراء. اليوم الحشد الشعبي استطاع أن يقدم الخدمات الاجتماعية والخدمات والبنى التحتية حتى للمواطنين. رأينا كيف انتشرت آليات وكوادر أبناء الحشد الشعبي في الأزقة والشوارع، وكيف تم تبليط الشوارع، وكيف تم إنشاء المشاريع الجديدة التي استبشر بها المواطن العراقي خير. هذا على مستوى الخدمي بالإضافة للجانب العسكري، بمعنى أنه كما استطاع الحشد الشعبي أن يحقق الفارق على الجانب العسكري، استطاع أن يحقق الفارق على الجانب الخدمي والهندسي وحتى على مستوى الإعلام. رأينا كيف استثمر أبناء الحشد الشعبي إعلاميا هذه الضربة التي استهدفت قادة النصر، وتحولت هذه الأيام أيام الشهادة والسيادة إلى منظومة فكرية ثقافية استطعنا أن ننجح بها الكثير من الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الثقافية التي رأيناها. رأينا كيف كان هنالك أسبوع للثقافة والفكر والإعلام في نصب الشهيد. رأينا كيف انتشرت القرى والأرياف والمدن بمحافل الشهداء القادة، وكيف استذكرتهم. مرة استذكرناهم على مستوى محفل، مرة استذكرناهم على مستوى ثقافي، وهنالك استطعنا أن نجعل للأطفال مرسما، واستطعنا أن نؤسس للنساء خيمة ثقافية. إذن هذا الجمهور الحشدي، هذه أمة الحشد استثمرت هذا النصر إن صح التعبير الذي قدموه الشهداء القادة من دماء، استثمره أبناء الحشد الشعبي واستطاعوا أن يغيروا المعادلة بتلك الدماء، واستطاعوا أن يغيروا الدماء تلك واستثمروها أن تصبح نصرا جديدا، نصرا بالإضافة للنصر العسكري هناك نصرا ثقافيا فكريا يواجه الآن المنظومة، منظومة الاستكبار العالمي. والحمد لله اليوم ونحن نعيش الحرب الناعمة في الجيل الخامس، هنالك أدوات متقدمة يستخدمها أبناء الحشد الشعبي في مواجهة تلك الأنظمة. طيب أعود لك سيدة كامل، ما هي الرسائل المراد إيصالها من إحياء هذه الذكرى بعد 3 سنوات على تاريخ هذه الجريمة بهذا الزخم الكبير والفعاليات الكبيرة المتعددة من اليوم حتى موعد وقوع هذه الجريمة؟ العزيزي، الشهادة ليست حدث ماضوي، الشهادة ليست حدث تاريخي يحدث ويصبح جزء من الماضي والتاريخ. الاحتفاء بالشهادة والاحتفال بالشهداء هو ضمانة مستقبلية إلى أن هذه الأمة التي تتعرف إلى ضغوط تنجب شهداء وقادة وتواجه وتقاوم وتدفع كل ما تملكه، أعز ما تملكه هو الأرواح، في سبيل مبادئها وفي سبيل قيمها. فأنت حينما تحتفي بالشهيد إنما تؤشر لأعدائك، إنما تقدم لهم رسالة أننا مستعدون للجهاد، مستعدون للتضحية، مستعدون للتضحية بالغالي والنفيس وبالأرواح دفاعا عن مصالحنا. فاحتفالات التي شهدها العراق اليوم، اليوم تقريبا عشرات الاحتفالات في مناطق مختلفة من شمال العراق إلى جنوبه، اليوم على مستوى الجامعات توجد احتفالات، على مستوى المناطق الكردية في كركوك والموصل وغيرها توجد احتفالات، على مستوى البصرة وبغداد وغدا في واسط، وهذه كلها تنبيك أن هذه الدماء أورقت، أينعت، قدمت رسالتها الواضحة إلى أن الكلمة التي أطلقتها زينب في قصر يزيد، والله لن تمحو ذكرنا وما أيامك إلا بدد. هذا التعبير عن أننا منتصرون بالتضحية، منتصرون بتقديم الشهداء،
هذا يعزز الرسالة الإلهية التي تقول أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يشعرون. الله محيط بالكافرين، الله يجعل مخططات الكافرين هباء منثورا، فهذه الهباء المنثور وهذه الإحاطة وهذا الانتصار الإلهي وهذه الغلبة الإلهية تعبير وتجسيد حقيقي وواقعي عن عملية الاستشهاد. الاستشهاد إذن هو ليس موت بل هو بداية حياة. ولاحظنا الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الأمريكية في المنطقة بدأت تتضعضع وبدأت تنهزم. الشهيد يقاتل الأمريكان أكثر مما كان هو إنسان حي كإنسان وفرد. الشهيد هو الذي يعبئ الأمة في معركة الشهادة، هو الذي يشجع الشباب على التضحية، هو الذي يشجع الآخرين على تقديم ما لديهم. فهو إذن مشروع إيجابي تنموي متصاعد جيوبوليتك متسع. الشهادة ليست حدث، ولذا الرسالة هي يا أيها الأعداء، يا أيها القتلة، يا أيها المجرمون، أنكم خاسرون، أنكم حينما تقتلوننا فإن دماءنا سوف تنتصر على سيوفكم. طيب سيد كامل، المهندس سليماني، من معهم، كل من يسير على خط المقاومة يتوقع بل ربما يأمل نيل الشهادة، هل هذا ما قوى إرادة جماهير المقاومة وفي المنطقة ليس في العراق فحسب؟ بالمعنى الحركي، بالمعنى الديناميكي، فكرة الشهادة فكرة الاستعداد للتضحية بأعلى المستويات. إذن هذا المقاتل، هذا الرجل الذي يقف في محور المقاومة سواء كان على كل ميادينه، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإعلامي، على مستوى معركة التبيين، على مستوى المعارك المركبة، على مستوى معارك المواقع النت ووسائل التواصل وغيرها، حينما يوجد شهيد خلف الكيبورد توجد ثقافة تحدي وتوجد ثقافة تعبئة مختلفة تماما عن تعبئة النموذج الآخر الذي يريد المنفعة والسلامة والمصلحة. هذا النفعي والمصلحي والذي يريد أن يحقق المنافع ويريد أن يبقى سالما، هذا لا يقدم مشاريع تنموية كبيرة قادمة قاهرة قادرة على مواجهة الأعداء. هذا النفعي هو عنصر سلبي في معركة الصراع، على العكس تماما من الاستشهادي. فحينما نقول أن ثقافة الشهادة نتاج عظيم لمسيرة الأئمة المعصومين، لفاطمة الزهراء، لحركة الأنبياء، هم وضعونا على الطريق الصحيح. متى سوف ينقهر ومتى سوف يقتل ومتى سوف يضعف العدو؟ حينما يرى أن الذين أمامه ناس استشهاديون يضحون بكل ما يستطيعون ومستعدون للدفاع إلى أقصى غاية التضحية. فإذن كل أساليبه في التخويف والترهيب والتطميع والترغيب لن تستطيع أن تثني هؤلاء. حينما يقول الإمام الصادق عليه السلام المؤمن أقوى من الجبل، لأن الجبل يفل منه بالمعاول والمؤمن لا يفل منه بشيء. إذن هذا الرجل المؤمن الذي يعيش بالثقافة الاستشهادية هذا غير قادر على الانخداع بوسائل التلاعب الإعلامية، غير قادر على الانخداع بوسائل التطميع والترغيب والترهيب. فهو إذن مشروع صمود انتصاري، هو يملك عوامل النصر بذاته. ولذا نشاهد أن دائما خط الشهداء، خط الأبطال، هو الذي يبقى وهو الذي يصمد بالرغم من أنهم يقتلون الشخصية. يعني نحن حينما خسرنا الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، نحن خسرنا شخصيات كبيرة، شخصيات عظيمة، شخصيات لا يكاد يوجد لها نظير على مستوى ساحة الجهاد العملي والميداني والسياسي والثقافي. ولكن بالرغم من عظمة هذه الشخصيات وبالرغم من كبرها، فإن استشهادها يولد قوة مؤثرة كبيرة إيجابية لن تسمح للأعداء بأن يمرروا ما يريدون من خلال عملية القتل. طيب أستاذ مهند، الحشد الشعبي كمؤسسة عقائدية من الجانب العقائدي من الجانب الوطني أيضا تأثروا كثيرا بهذه الجريمة باستشهاد قادة النصر، لكن قادة النصر ما الذي تركوه في نفوس أبناء الحشد الشعبي؟ لقد ترك قادة النصر في نفوس أبناء الحشد الشعبي خصوصا والشعب العراقي عموما تركوا رسالة مهمة. اليوم نحن نسير على هذه الرسالة التي تركوها، اليوم نسير على النهج الذي خطوه إلى هؤلاء من أبناء الحشد الشعبي. اليوم الرسالة مفادها أن السير على طريق محمد وآل محمد، السير على طريق الإمام الحسين، هذه الثورة المتوهجة في كل يوم متوهجة في كل لحظة هو الخلاص الحقيقي للأمة التي تبحث عن الحرية. لذلك نحن اليوم في الحشد الشعبي
نعتبر أنفسنا من 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 أفضل الشخصيات التي تسير في هذا الطريق، باعتبار أنه شهداء القادة خطوا هذا الطريق ونحن مستمرون بالسير عليه، ونحن مطمئنون، نحن مطمئنون أنه نحن نسير على خطى الأنبياء وخطى أهل البيت، ونسير على خطى الشهداء. اليوم يعني استشهاد قادة النصر يمثل المعيار الحقيقي للسائرين على طريق الحق، وطريق الحق دائما ما يحتاج إلى دماء. فلننظر إلى الرسالة المحمدية الأصيلة، وجدنا أن استشهاد الرسول، بعد ذلك استشهاد الإمام علي، وحتى استشهاد الإمام الحسين، هذه الدماء هي التي روت طريق الحق. ونحن الآن نعيش في أيام الزهراء عليه السلام ومظلوميتها، فهذه المظلومية وهذه الشهادة وهذه الدماء التي سالت هي التي رسمت الطريق، وهي التي أينعت الثمار الحقيقية التي نحن نعيش اليوم بنعمة الأمن والأمان والحرية بفضل تلك الدماء. طريق الحق دائما ما يحتاج إلى دماء. وإذا ما رجعنا بالذاكرة قليلا نجد أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر هو الذي أحيا ضمير الأمة عندما واجه الإسلاميون الطغمة البعثية التي اغتالت السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وصولا حتى إلى السيد الشهيد الثاني الصدر الثاني، وحتى استشهاد محمد باقر الحكيم قدس الله نفسه الزكية. كل أولئك الشهداء هم يعتبر المعيار الحقيقي بأنه سائرون على طريق الحق، وطريق الحق دائما ما يحتاج إلى دماء. ونحن نعيش اليوم هذه الحقبة الجديدة، اليوم كأبناء الحج الشعبي والعراقيون والأمة الإسلامية تعتبر أفضل نموذج قدمه الإسلاميون هم الشهداء القادة الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. لذلك هذا تجديد الدماء يجدد في نفوس الشعب الثقة، يجدد في نفوس الشعب أنه سائرون على طريق الحق وطريق الحرية. لذلك نحن اليوم فخورين جدا بأنه قدمنا أفضل قادة قدمناهم في سبيل أن نسير ونستمر على هذا الطريق. واليوم المعيار الذي ذهبت به أمريكا اعتبرت أنه هؤلاء القادة هم الذين قضوا على المشروع الذي جاءت به أمريكا حتى بعد 2003 والفوضى الخلاقة ونتاج القاعدة وصولا إلى داعش. كل تلك الأدوات التي استخدمتها أمريكا في سبيل السيطرة على العراق اقتصاديا سياسيا وحتى على مستوى هذه الجهات والفصائل التي يعتبر فصائل إسلامية جهادية مشكوك حتى في انتمائها للإسلام الحقيقي، الشهداء القادة قضوا على هذا المشروع الذي حاول تفكيك المجتمع العراقي، قضوا على المشروع الذي حاول أن ينال من العراقيين جميعا. وإذا ما تحدثنا تحديدا على أنه الوحدة الوطنية التي حققها شهداء القادة وحدة إسلامية استطاعت أن تجمع الشعوب، نتحدث عن ما بعد 2003 الحكومة العراقية قدمت بما يسمى هيئة المصالحة الوطنية وصرفوا عليه الكثير من الأموال وصولا إلى 2014. ماذا قدمت هيئة المصالحة؟ لم تقدم شيء سوى صرفت الأموال بطريقة الفساد. لكن الوحدة الحقيقية التي حققها أبناء الحشد الشعبي قدموها بالدماء، قدموها بالتلاحم بالتعاون، واستطاعت هذه الوحدة أن تنتج عراقا جديدا قويا، استطاع أن ينال من المشاريع الاستكبارية التي حاولت أمريكا أن تزرعها في المنطقة. سؤال أخير لكم سيد مهند، يعني جريمة المطار كانت جريمة بحق السيادة العراقية بشكل كامل، لكن حتى الآن لماذا لم تتم محاسبة من قام بهذه الجريمة أو على الأقل مقاضاة من تورط بها؟ نحن نتحدث الآن عن تفصيلة مهمة جدا، وتتحمل هذه التفصيلة تحديدا الحكومة العراقية والسلطة القضائية. لكن ما قدمه أبناء الحج الشعبي خصوصا بعد استشهاد القادة قدموا شيئين أساسيين. أولا، وحدة الشعب العراقي طالبت بخروج قوات الاحتلال الأجنبية من العراق، لا سيما القوات الأمريكية، هذا على مستوى الشعب. أضاف إلى ذلك البرلمان العراقي بعد استشهاد القادة بيومين استطاع أن يقر قرار بخروج الاحتلال واقتصاص من الجنات الذين اغتالوا قادة النصر. إذن على مستوى الجماهيري فالعراق موحد بقراره بخروج قوات الاحتلال والاقتصاص من الجنات. كذلك على مستوى البرلمان
كذلك قال قولته وطالب الحكومة بضرورة تفعيل قرار خروج قوات الاحتلال والنيل من الجنات بما فيهم ترامب الذي اعترف أساسا بأنه هو من قام بهذا الجرم. يبقى الآن الكرة في ملعب الحكومة العراقية والسلطة القضائية. السلطة القضائية لديها الأدلة الكافية بإدانة المجرمين ومن تورط معهم. لذلك اليوم الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية كاملة بضرورة القصاص من الجنات. الشكر الجزيل لكم معاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي السيد مهند حسين، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. سيد كامل أرجو أن تبقى معنا. نذهب مع مشاهدينا الكرام إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. مرة ثانية نرحب بضيفنا الكريم مباشرة بالصوت والصورة من بغداد، الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كامل كناني. أهلا بكم سيد كامل مرة أخرى. حياك الله، مرحبا بك. عد إلى موضوع الأيزيديين وتمليك الأيزيديين بمنازلهم وأراضيهم. يعني معقول نصف قرن النظام المباد صادر هذه الأراضي وجرف هذه القرى والحكومات المتعاقبة لم تعيد هذه الأراضي وهذا الحق إلى أصحابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة قضية معقدة، قضية أراضي الإيزيديين التي صادرتها الحكومة السابقة والقرى التي دمرتها والمجمعات السكنية التي بنتها فيما بعد ومنعتهم قطع أراضي ولم تسجل بأسمائهم، قضية معقدة فيها الكثير من التداخلات. تداخلات على المستوى الأمني، تداخلات على المستوى السياسي، يوجد صراع سياسي وتنازع سياسي على تولي هذا الملف من قبل القوات الكردية في يعني مجموعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع جزء من الصراعات مع الدولة العراقية مع بغداد بهذا الخصوص. وهنالك قضايا إنسانية شخصية، يعني العائلة التي لا تمتلك قطعة أرض، لا تمتلك سكن، لا تمتلك وثيقة، تبقى قلقة وتبقى نازعة إلى النزوح والهجرة والخوف، وهذا كله يعني مر بهذه السنوات الطويلة من يعني نهاية السبعينات تقريبا وبداية الثمانينات في عملية تهديم القرى وغيرها إلى الآن، حيث قررت حكومة السيد السوداني تمليك الإيزيديين هذه الدور التي سكنوها وقضى الأراضي التي منحت. أنا أعتقد هذه جنبة إنسانية عميقة، حل لمشكلة كبيرة، توجد تفاصيل فنية كثيرة تحتاج إلى معالجات بهذا الخصوص. هنالك تنازع داخلي بين القوى السياسية والقوى الاجتماعية الموجودة في منطقة سنجار وفي منطقة سهل نينوى، ويوجد تنازع سياسي على كسب الولاءات، ويوجد خلاف إداري وقانوني على الكثير من التفاصيل، يعني حقوق هؤلاء المواطنين هل يأخذونها من الإقليم أم من الدولة الاتحادية؟ الدولة الاتحادية تمنحها ضمن حدود الإقليم، ولكن الإقليم يقول للناس اذهبوا إلى الحكومة وخذوا حقوقكم منها. بالنتيجة توجد منطقة نزاع ومنطقة تفاصيل كثيرة لا يمكن حلها بسهولة. أعتقد أن السيد السوداني وضع المشروع بشكل عام على الطريقة الصحيحة كخطوة أولى مهمة وضرورية ومفيدة، وتسعد هؤلاء الناس الذين تعرضوا إلى ظلامات كبيرة وتعرضوا إلى ضغوط كبيرة وتعرضوا إلى تحديات كبيرة بسبب هذه التوترات الأمنية الموجودة في مناطقهم. أيضا نرحب بالصحفي العراقي المختص بشؤون الأقليات السيد سامان داوود، ينضمنا مباشرة عبر سكايب من برلين. أهلا بكم سيد سامان. بداية، قرار الحكومة الحالية بتمليك الأيزيديين، هل يؤشر لديكم اهتمام الحكومة الحالية بحقوق المكونات؟ تحية طيبة لكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة. بالحقيقة أن هذا القرار كان قرار مهم جدا ودليل على اهتمام الحكومة بشكل جيد تجاه المكونات والأقليات الموجودة في العراق، وبالأخص تجاه الإيزيديين الذين يعتبرون رمزا للإبادة التي حصلت ضد العراقيين منذ سنة 2014 بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق. هذه الخطوة تعتبر
خطوة إيجابية بشكل كبير، رغم أنها أتت متأخرة، كان الواجب أن تكون موجودة منذ عام 2003، لكن أن تأتي متأخرة خيرا من أن لا تأتي أبدا. الحكومة قامت بشيء جيد وممتاز، وحسب حديثي مع الإيزيديين في سنجار وتواصلي معهم، وأنا أيضا أنحدر من الديانة الإيزيدية، نشعر برضا تام عن القرار ونعتبره قرار جيد جدا. طيب، ما مدى أهمية هذا القرار والذي اتخذته الحكومة بعد فقط 10 أيام من الاجتماعات مع المعنيين؟ اتخذت قرار بتمليك الأيزيديين، لكن ما مدى أهميته بالنسبة للعراق ككل؟ في الحقيقة هو إعادة الحق لأصحابه، تمليك الأراضي للأيزيديين الذين حرموا من أراضيهم منذ عام 1975 جراء إجراءات قام بها النظام العراقي السابق والذي كان يقوده حزب البعث آنذاك. هذه الخطوة تعتبر رسالة واضحة لكل العراقيين أن الأيام المقبلة قد تشهد ثورة أو تطور كبير في تواصل الحكومة مع الشعب، يكون عبر اتخاذ قرارات مهمة تخص الشعب بشكل عام، وخاصة أننا وجدنا قبل هذا القرار أو في ذات اليوم من هذا القرار قرار تثبيت المحاضرين في العراق على ملاك وزارة التربية، وهذه الخطوات تعتبر رسالة إيجابية أو رسائل إيجابية للشعب العراقي أن هناك الحكومة تنتبه إلى الصغيرة والكبيرة فيما يجري في العراق، وتعمل بكل أمانة لإيصال الحقوق إلى الشعب العراقي. ونتمنى أن تستمر هذه القرارات أو القرارات الإيجابية من قبل الحكومة العراقية في المستقبل القريب في الجوانب الأخرى التي تهم الشعب العراقي بشكل عام. طيب سيد كامل، قضية إعادة النازحين إلى مناطقهم قضية مهمة جدا، خصوصا في هذه المرحلة التاريخية والسياسية العراقية، لكن هذا القرار أو غيره هل سيساهم بإعادة النازحين من الأيزيديين الذين تعرضوا إلى عصابة داعش بشكل كبير، أو إجرام هذه العصابات الإرهابية من تهجير واختصاب واستعباد وغيره؟ يعني هي رسالة حكومة إلى شعبها، رسالة الحكومة إلى شعبها أنها مستعدة لحل هذه المشاكل، مستعدة لتقليل المعاناة، مستعدة لإعادة الناس الذين أخذت منهم أراضيهم، مستعدة لإعادة الأراضي للناس الذين يعني يمتلكون هذا الحق ولم يمنح لهم طيلة السنوات الماضية. وبالتالي بالتأكيد أن هذه الرسالة سوف تنعكس انعكاس إيجابي، بالتأكيد سوف تنعكس انعكاس حسن على بقية المكونات، على بقية الأقليات. توجد أراضي كبيرة جدا صودرت من قبل النظام من الأراضي الكرد الفيليين، من البيوت، من المساكن، توجد 4 عشائر تم نزعها من أراضيها وتهجيرها وسيطرة على أراضيها في مناطق مندلي وغيرها. هذه أمثلة كثيرة لمشاكل يجب أن تحل بسياسة الحكومة التي تريد أن تعالج هذه المشاكل فعلا. تفاصيل كثيرة في الكثير من الملفات، ولكن الخطوة الأولى بدأت، وأعتقد أن السيد السوداني قدم إنجازا لشعبه وقدم إنجازا للمكونات وللأقليات، وقدم مسارا صحيحا، يعني رسم صورة المسار الصحيح لما سيأتي مستقبلا من سياسات أزاء النازحين والمهجرين والذين تعرضوا إلى ظلامة. توجد بعض المشاكل الفنية، يوجد بعض النازحين وبعض اللاجئين من العوائل التي خرج منها بعض الدواعش وهم مطلوبون عشائريا لأبناء المناطق نفسها التي هجروا منها. هذه قضية لحد الآن لم تحل، لحد الآن. لكن كيف يمكن سيد كامل يعني هذا القرار كيف يمكن أن يساعد بإعادة الاستقرار في هذه المناطق تحديدا، إعادة النازحين، خاصة أنه يدعم محاولات إغلاق مخيمات النزوح بعد إعادة البنى التحتية في هذه المناطق مثلا؟ ليس هنالك مشكلة لا يوجد لها حل، ولكن بعض الحلول تحتاج إلى تفاصيل فنية، تحتاج إلى تفاصيل اجتماعية، تحتاج إلى مراعاة تفاصيل أمنية. مثلا في جرف النصر توجد العديد من العوائل التي تريد أن ترجع، ولكنها لا تستطيع أن تتخلى عن أبنائها الذين ثبتت عليهم قضايا إرهابية. هذه مشكلة لحد الآن غير محلولة. بعض القوى السياسية تتاجر باسم هؤلاء وتطالب بإعادة النازحين إلى بيوتهم، ولكن في بيوتهم يوجد إرهابيون قتلوا أبناء المنطقة نفسها، أبناء المنطقة نفسها رافعين عليهم قضايا، توجد أكثر من 4800 قضية حكم قضائي على سكان هذه المناطق
أن أبنائهم فعلوا كذا وكذا بأبناء المنطقة من جرائم إرهابية، فحتى تعيد هؤلاء النازحين أنت تحتاج إلى تصفية هذا الملف. أنت لا يمكن أن تأتي بعائلة يوجد أحد أفرادها قاتل وإن كانوا البقية أبرياء، ولكن المجتمع العشائري العراقي يحمل العائلة مسؤولية الابن، يحمل العشيرة مسؤولية القاتل. فليس من السهل تجاوز هذه القضايا فقط للشعارات وللمزايدات السياسية. الدولة بحاجة إلى وضع ملف النازحين تحت قائمة الإجراء والتنفيذ بأسرع ما يمكن وبأحسن الوسائل، ولكن مع علاج المشاكل الصغيرة. نحن لا نريد أن نحل مشكلة ولكن نخلق ثلاث مشاكل أو أربع مشاكل. يعني أنت عندك طيب. مخيم نزوح بمشاكل تريد تسده، ما معقولة تجيب لك 100 عائلة أبنائهم مطلوبين تدخلهم بنفس المنطقة السابقة حتى تصير عملية قتل جديدة وتهجير جديد وتفجير جديد. حتى نحل مشكلة يجب أن لا نخلق مشكلة. توجد بعض التفاصيل الفنية، توجد بعض التفاصيل الأمنية، توجد بعض التفاصيل القانونية، وتوجد بعض التفاصيل الاجتماعية اللي تحتاج إلى معالجات. طيب. إذا تمكننا من معالجة هذه المشاكل فسوف تجد طريقها إلى الحل بكل تأكيد. أيضا ينضمنا مباشرة عبر الهاتف عضو المكتب السياسي لحزب الحرية اليزيدية السيد حسين الحجي. أهلا بكم أستاذ حسين. بداية، هكذا قرار بتمليك اليزيديين إلى أي درجة مهم بالنسبة للمكون اليزيدي؟ هل سيساهم بإعادة اليزيديين إلى مناطقهم؟ هل سيحثهم على العودة والاستقرار؟ هل سيساهم بحماية التنوع في هذه المناطق؟ طبعا بالبداية شكرا جزيلا وشكرا لقناتكم الموقرة والأخوة الضيوف والمشاهدين الكرام. حياك الله. طبعا مبارك الحكومة كأهالي سنجار بجميع مكونات هذه الخطوة الجبارة، الخطوة التاريخية يعتبر بتمليك اليزيديين دورهم السكنية اللي حرموا منها من خلال أكثر من 4 عقود وكانت مهمشة لدى جميع الحكومات من النظام البايق واللي حد حكومة السيد الكاظمي. خطوة جبارة وخطوة تاريخية، ولكن لا تشفي جراح المكونات الموجودة بداخل سنجار وخصوصا المكون الأيزيدي، لأنه هناك مشاكل. وأنا طبعا أتفق مع الأخ الضيف اللي كان يسولف قبل. نعم. سنجار محتاجة إلى قرارات أكثر من هذا القرار، ما تمليك الأراضي أو الدور السكنية. سنجار منكوبة، سنجار لحد الآن بها أكثر من نصف اليزيديين بالمخيمات النزوح، ربع اليزيديين هاجروا إلى دول أوروبا والربع الآخر ساكنين بسنجار في حالة طبعا يرسل لها لا إدارات محلية، لا إعادة النازحين، لا فتح المقابر الجماعية، لا تعويضات لإنصاف الضحايا والبنى التحتية لأهالي سنجار. فأخوي العزيز أستاذي الفاضل، سنجار تحتاج إلى قرارات يكون أكثر أهمية لقرارات تمليك 50 متر لعائلة هو أصلا كان أراضي يزيدية. ولكن اليوم اعطينا بيان كتيارات واحزاب سياسيه. طيب. ايدنا السيد محمد شياع السوداني ان يكون له خطوات لاحقه بخصوص انصاف. طيب. هذا المكون المنكوب. طيب استاذ حسين، انتم لديكم مخاوف من محاولات عرقله عوده اليزيديين الى مناطقهم، لكن هل تعولون على حكومه السوداني بتذليل هذه الصعوبات؟ استاذي الفاضل، نحن ما عندنا تخوفات من عودة النازحين. النازح اليوم اللي عايش على جبل سنجار يبعد 5 كيلوات عن أهله، اللي لا عنده أرضية مناسبة يرجع لأهله، اللي لا عنده إمكانية أن يشيد له غرفتين اللي دمروا داعش، لا عنده إمكانية أن يشتري لهذا الغرفتين أثاث منزلي، هذا شلون يرجع لهذا البيت من الطين والخشب اللون محروق لون واقع لون فلشين والداعش؟ فشغلة اليزيدية يحتاج إلى قرارات أكثر أخوي العزيز. المكون اليزيدي وجميع المكونات الأخوة الموجودين بسنجار قضيتهم مهمشة ودخلت بها قوة سياسية خارجية، وهناك صراعات بين حكومة الأقليم وحكومة المركز
على جغرافيا سنجار، ونحن المكون اليزيدي ضحية لهذه الصراعات، ولا يوجد لنا بها لا نسل ولا جمل. طيب سؤال أخير لسيدة سامان، تمليك الأيزيديين من القرارات التاريخية وهو ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الدستور العراقي، لكن أيضا هناك قانون تعويض المتضررين، هل سينصف هذا القانون هذه الشريحة هذا المكون؟ في الحقيقة هي هذا الأمر يعود إلى المتضررين نفسهم، عليهم القيام بواجباتهم كمتضررين من خلال تقديم العرائض والاعتراضات إلى الحكومة أو إلى المكاتب المفتوحة لتلقي عرائض الاعتراضات أو عرائض التعويضات التي تقدم لهم التعويضات. في نفس الوقت على الحكومة توسيع عملها في مناطق الإيزيديين في سنجار بالتحديد، وفتح باب المكاتب أمام الإيزيديين من خلال تلقي شكاويهم وتخصيص مكاتب خاصة لتلقي الشكاوي بخصوص التعويضات، وأيضا فتح باب بالإعمار داخل قضاء سنجار من خلال توفير صندوق إعمار خاص بسنجار لتكون هناك رسالة واضحة للإيزيديين في المخيمات بأن هناك قرار تاريخي لتمليك أراضيكم، وفي نفس الوقت هناك حركة وتحرك حكومي لإعادة إعمار سنجار، الباب مفتوح أمامكم للعودة الآن. طيب يعني هذا القرار سيساعد على الاستقرار عودة هذه المكونات ليس فقط الأيزيديين، هناك الكثير من المشاكل في أكثر من منطقة، لكن انسجام مع القانون العراقي هل سيكيف أو توجد إمكانية لتكييفه بحيث إعادة الأيزيديين مثلا إلى هذه المناطق أو الأراضي أو القرى التي سلبت منهم سابقا، سيكون وفقا لإجراءات ولوائح قانونية و تكييف حكومي أيضا لتوفير بنى تحتية مثلا لإعادة هؤلاء الناس إلى مناطقهم؟ الواجب على الحكومة في المرحلة المقبلة هو تشكيل لجنة حيادية ومهنية تختص في هذا الاختصاص، وتكون نصبها من المهنيين أو من الكوادر المهنية في وزارة المالية والزراعة والبلديات، ونصبها الآخر من أهالي المنطقة ليتم إعطاء كل شخص حقه حسب القانون وحسب ما موجود على الأرض وما هو معروف لدى الناس بأن هذه الأرض عائدة للشخص الفلاني، فيجب أن تعطى له كامل حقوقه، وهذا المنزل عائد للشخص الفلاني قد تهدم أو تم تدميره أثناء القصف أو أثناء عمليات العسكرية، يجب تعويضه وتمليكه. فلذلك من الواجب الاهتمام في هذه اللجنة من خلال إعطائها صفة مهنية وحيادية، أن لا تميل إلى جهة على حساب جهة أخرى أو أن تكون أو تعمل بشكل عشوائي. فمن الأفضل على الحكومة منذ الآن ليس فقط إصدار القرار، إنما إتباع القرار بتشكيل لجنة حيادية ومهنية تهتم أو شغلها الشاغل أن تنفذ القرار بشكل حيادي ومهني، لأن عدم تنفيذ القرار بشكل حيادي ومهني ومتابعة دقيقة قد يسبب مشاكل بين الإيزيديين نفسهم في المنطقة. فلذلك يجب أن يكون هناك أناس من داخل سنجار ضمن هذه اللجنة. طيب سيد كامل، وفقا لهذه المساعي الحكومية ونجاحها بحل هذا الملف المهم المتأخر منذ نصف قرن، حل بعشرة أيام من الاجتماعات، هذه المساعي هل تؤشر لديكم فرصة لإغلاق مخيمات النزوح بالمستقبل القريب؟ يعني كما شرحت أستاذ بشار، توجد حزمة احتياجات، لا يوجد قرار يعالج المشاكل وهو قرار واحد، توجد مشاكل شاملة متعددة متنوعة وتحتاج إلى حزمة قرارات. مثلا كما تفضل الأخ حسين اللي يعني تحدث قبل الأخ سامان، أن مثلا 50 متر واقعة سقفها واقع، يعني تحتاج إلى الكثير، يعني أن تملكها له لوحدها هذا صحيح مهم وصحيح مفيد وصحيح ضروري، ولكنه خطوة أولى من مسار طويل.
هذا الإنسان النازح اللي تارك منطقته وعايش في منطقة أخرى يحتاج إلى فرصة عمل، يحتاج إلى تنمية. توجد مجموعة من المؤشرات على نوع الحاجات التي تطلبها عملية إعادة إعمار هذه المناطق حتى تتم معالجة عملية النزوح معالجة واقعية. هذا الشاب الموجود الآن في معسكرات النزوح بحاجة إلى فرصة عمل، بحاجة إلى تشغيل، بحاجة إلى مصدر مالي. فإذا كانت القرارات قرارات التعويض وقرارات فتح مشاريع عملية، مثلا عملية إعادة النازحين ترافقها عملية بناء مدارس، عملية بناء أسواق، عملية بناء محلات، حتى ذول الشباب يجون يلقون فرصة عمل. لما يجي لبيته وهو بيته ربما مهدم أو ربما ناقص أو يحتاج إلى ترميم وهو لا يجد فرصة عمل ولا يجد مصدر مالي، لا يستطيع أن يفعل شيء. سوف يبقى البيت الذي سجل باسمه الآن سوف يبقى بمكانه، وهو راح يبقى نازح لأنه يستطيع أن يؤمن حياته في معسكر النزوح أكثر مما يؤمنه في منطقته. الدولة العراقية بحاجة إلى رؤية شاملة، والحكومة العراقية بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات، حزمة من الإجراءات المختلفة، إحيائية، مالية، إجرائية، بنائية، حتى تكون عودة النازحين حل لمشكلة وليس لخلق مشكلة جديدة. طيب. أنت ذول الشباب تقدر تغلق معسكر النزوح وتجيبهم وتذمهم من منطقتهم، حليت مشكلة معسكر النزوح ولكن لم تحل مشكلة هؤلاء، راح تسبب بخلق مشاكل جديدة. فالذي أرجوه من حكومة السيد السوداني التوجه إلى مجموعة من الإجراءات وحزمة من القرارات تشمل كل حاجات النازح حتى يعود إلى بيته آمناً، حتى يستقر، حتى يجد فرصة عمل، حتى يجد مصدر مالي. طيب. يرمم ببيته ويستطيع أن ينتعش بحياة جديدة ملؤها الأمل. نعم. ملؤها الثقة، ملؤها يعني الأمل بأن الحكومة تفكر بكم بطريقة سليمة. أنا أعتقد هذه خطوة مهمة في الطريق الصحيح. نعم. تمليك الأراضي، ولكنها تحتاج إلى حزمة قرارات أخرى تساعدهم على الحياة بشكل طبيعي. الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كامل الكناني، كنت ضيفا كريما، شكرا لك، والشكر الجزيل للصحفي العراقي المختص بشؤون الأقليات السيد سامان داود، كان معنا مباشرة عبر سكايب من برلين. والشكر الجزيل لكم عضو المكتب السياسي لحزب الحرية اليزيدية السيد حسين الحجي، كان معنا مباشرة عبر الهاتف، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.